الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. أيها الإخوة الأكارم، واسأل نفسك كل يوم هذا السؤال الدقيق والمحرج: لو وقفت بين يدي الله جل جلاله يوم القيامة وقال: يا عبدي، ماذا فعلت من أجلي؟ يا رب، أكلت وشربت، تزوجت، اشتريت بيت، كل هذا الكلام يوم القيامة لا يقبل. يريدك أن تعمل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله. لو أن الإنسان فكر كل يوم كيف ألقى الله بلا عمل؟ أعمالنا، معظم أعمال الناس أعمال مصالح متعلقة بحرفته، ببيته، بدخله، بمكانته، هذه كلها أعمال لا يشعر أنه يرقى بها. أما عمل لوجه الله لا تبتغي منه مالاً ولا سمعة، هذا العمل هو الذي يرقى بك. فلذلك مع دعاء صلاة الفجر: اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، لأن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، في إطعام مسكين، في أن تدل إنساناً، في أن تدعو إلى الله، في أن تقدم مالاً، في أن تحسن إلى جارك، في أن ترعى يتيماً، في أن ترعى أرملة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. وأنت حينما تعمل عملاً صالحاً تشعر أن الله يحبك، عندئذ تحكم الصلة بينك وبينه. قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. والحمد لله رب العالمين.